بدعي النائبة بولا يعقوبيان والفنان جورج الصافي على المسرح تيسلموا درع الزمن الجميل لعائلة المكرم. مساء الخير، مساء الجمال، مساء الخير، مساك الحلو دكتور هراتش، مساء قلبك الطيب وجهودك اللي ما رح نخليك تبقى تعملنا الزمن الجميل لإلنا بجهودك، بس مش حيالله. ما في كلمات لملحن كلمات، كان بدلازي بلش وقول لا شيء معي إلا كلمات. اللي عم نكرمه هو من عمالقة الفن اللبناني اللي كان عنده خط خاص فيه، خط كان فيه خليط أوروبي يمكن شوية شرقي. جورج أكتر مني أكيد بيعرف بكتير، بس ما في شك إنه كان فنان عنده طريقه، طريق ثالث بالفن، وكان ما في شك مثال كبير للوفا، للتواضع، لكل شيء حلو. أحسان المنذر كتير إشياء بنحكى عنه، بس يمكن مش كتار بيعرفوا إنه بليلة وحدة كتب نبع المحبة وكتب ما حدا بيعبي بليلة وحدة، وهيدا بفرجي قدي في عبقرية كبيرة. هو اللي كان نبع للعطاء وللمحبة، اليوم تكريمه بعد ما رحل له معاني بعد كتير أكتر، مع أنه كرمته هو وعايش كمان. فشكراً لوقوفكم لهذا العظيم اللي هو إحسان المنذر المكرم. مثل ما أنا بحب نادي دايماً أبو فراس، بحب أتوجه له مش أحكي عنه، بقول له أنت الصديق الصدوق، أنت منك من الماضي لأنك توفيت، بالعكس أنت تارك كنوز مع شريكة حياتك كارول ومعنا ومع الخيرين والمزوقين إلى الأبد. كارول المنذر رفيقة الدرب وكاتمة الأسرار والألحان وكل شيء حلو. وبكل اعتزاز رافقت السيدة فيروز في رحلات فنية كعازف بيانو، وكذلك الراحل العملاق وديع الصافي، كانت إلنا لقاءات في الاستوديو وحفلات التلفزيون، وأيضا الراحلة صباح شمس الشموس فلحنت لها ورافقتها في الحفلات كقائد فرقة. وبدايات راغب علامة ومجد الرومي كانوا أكبر حصة مع أحسان المنذر. جربت ركب جمل تقولن بهالمناسبة يلي هي كتير خاصة على قلبي وعزيزة. إحسان المنذر اسمه بيحكي عن فنه، من هون قررت إني ما أحكي عن فنه، وبلحظة اختصرت الحكي كله بجملة واحدة بكل صدق وعفوية من القلب: حب إله أنت حياتي كلها. ومن هون من هالمحل بدي أشكرك على كل لحظة عشناها يلي هن سنين مرقوا مثل اللحظة 35 سنة على زواجنا، وهيدي الحياة هلأ بدي كفيها مع أولادنا في راس وآية، وروحك باقي معنا طول. أنا كتير محضرة أشياء بدي أقولها بس ما بحس إني جاهزة. وكتير بحب أشكر صديقي وخيي دكتور هراتش يلي إحسان كان معه من البدايات لما طلعوا بفكرة هيدا المهرجان. كان إحسان دايماً يقول شو بتمنى شوف الفنان لما يكبر ويعطي أعمال حلوة، يجي شخص يطبطب له على كتفه ويقول له يعطيك العافية نحن ما بننساك. وهيدا هدف المهرجان. وشكر كتير كبير للجنة يلي هن عائلة وهن كتير كانوا واقفين حدي. أنا اليوم بيصير له إحسان 10 أشهر عند الله، هلأ هو معنا وعم بيشوفنا. أنا بشكركم كتير وبشكر خيي وصديقي كتير دكتور هراتش، وبشكر الـ LBC، ودايماً اسمعوا له موسيقته لأحسان، ما تنسوه.